سلام. اليوم ان شاء الله في اخر مقطع في شهر رمضان. صراحه الشهر يعني راح بسرعه، انا عارف انه متغير عليكم رمضان، حتى عندنا في القناه نفسنا مركزين على المقاطع اكثر من البثوث. ان شاء الله حنجاوب على الاسئله هذه اللي سالتونا عنها في هذا المقطع عزيزي المشاهد. طبعا حاب اذكر في البدايه كل عام وانتم بالف خير، حتكون رجعتنا ان شاء الله يوم الجمعه الجاي وممكن تكون قبلها ما اعرف للامانه، حيكون على حسب الوضع وحسب تعرفون انا صراحه اي شيء مهم بنزله على طول، فحنريح. ضغطنا نفسنا بشكل مو طبيعي خلال الشهر اللي راح بمعدل تقريبا كل يوم مقطع وبثوث، فصراحة شيء جدا كان متعب، وشكرا لكم على الدعم الخرافي. كسبنا تقريبا حدود ال 11 او 12 الف مشترك جديد عندنا في القناة خلال شهر رمضان بس، ونطمح انه يكون الوضع اكثر واكثر. قبل لا نبدا الاسئلة حاب اذكر في اسئلة كثير مكررة، جربوا شيكوا على الحلقتين اللي راحت للاسئلة، ترى فيها اتوقع حتحصل اجاباتك بشكل يعني سريع، فاعذرونا بنحاول قدر الامكان نعطي فرص للناس اللي قاعدة تسأل اسئلة جديدة وذكية في نفس الوقت، فخلونا نبدأ على طول. في البداية خلونا اشارككم الاجابات اللي جات عندنا من مشعل عبد الله، اعطانا اسم محرك لعبة ريدد لان هذا السؤال اللي سألته انا في المقطع اللي راح له هو ريج، وفي عندنا مؤلفين لعبة ريدد دان هاوسر مايكل انسورث، وعندنا كريستين كانتميسا او سانتميسا، وعندنا روبرت هامفريس، وعندنا برضو في مؤلفين جراند دان هاوسر وروبرت هامفريس. اللي همني دان هاوسر انكم عرفتوه، وفي برضو اخوه سام هاوسر بيكتب معاه برضو بعض الاشياء بس بتكون على الخفيف ولو مؤلفات يعني زي بولي والاشياء هذه، فاهنيكم وكذا صراحة انا اتوقع انه حتوضح لكم كيف روكستار ماشي وبمين ماشي. سؤال قبل ابدا، ليزل ايش كانت فائدته في الشركة؟ اعطوني منصبه واعطوني ايش انجازاته، هذا سؤالي لكم. خلونا نشوف محبين روكستار من جد. سؤال من احمد اقبيريا، قلت كمان مره راح اتكلم عن جي تي اي 6 وراح تنسى تقول اعوذ بالله ما اتكلم عنها مثل ما صار قبل، طبعا اخواننا في العراق بيقولوا بحرف الكاف يعني بس انا فاهمكم. 4 و3 اسابيع قلت نفس الشيء، قلت لك ببث بالانستغرام انك نسيت تتكلم عنها. جي تي اي 6 صراحه انا ما ابغى اروج على موضوع انا عارف يجيب لي مشاهدات عاليه لكن في الغالب حيكون يعني ما حيرضي الناس، لانه بكل بساطه ما في شيء عن جي تي اي 6 الرسمي، لكن ممكن اتكلم عنها كمعلومات، خلينا نقول بعض المعلومات اللي ما اقدر اقول انها رسميه ولا اقدر اقول انه ممكن تحمس الواحد، بس اللي اقدر اقول انها معلومات بسيطه يعني ممكن نتشاركها، وممكن كمان اعطيكم ليش صعب الواحد يتكلم عن لعبه جي تي اي 6 ولو انه تعتبر كليك بيت، والكليك بيت انك تجيب شيء ما له علاقه بالمقطع في الغالب حيكون بس بغرض انه تجيب مشاهدات، هذا يعتبر غلط كبير خليك تخسر ثقه الناس. ممكن يجيب لك مشاهدات سبسكرايب بس في الغالب حتخسر. احمد سامي، كم عمرك وش تتابع انمي وافضل لعبه لك؟ عمري 28 سنه، تكلمت عن هذا اول، اتابع انمي بالتحديد حاليا اتاك اون تايتن، وافكر ادخل كذا انمي ثاني زي سايتاما واشياء ثانيه. افضل لعبه لي حاليا في الوقت الحالي انا ما بكذب عليك ما بين فيفا، ريدد ريدمشن، باتل فيلد، هذه اغلب الالعاب اللي قاعد العبها في الوقت الحالي، وقاعد اضيف عليها العاب تختيم ان شاء الله حتشوفوها في القناه. هل انت من جمهوريه السودان الشقيقه؟ والله انا ما اعرف ليش يعني بعض الناس يحس انه ما في السعوديه ناس بلوننا كذا يعني اسمر، ترى عادي، وبعد بالعكس يا ليت اني من اهل السودان يعني اتشرف انا بالعكس، وعندنا مشتركين يا كثر ما شاء الله تبارك الله من السودان، احلى تحيه لكم، كل عام وانتم بالف خير لاهلنا في السودان وطبعا كل الوطن العربي، بس ما دام انه سؤال على السودان عشان كذا انا خصصت السودان. ليش انت بس تلبس كاب؟ ما اعرف ايش اقول لك صراحه، زي لما تقول لي ليش بلبس ساعه او ليش بحط كفر على الجوال، يعني الحمد لله في شعر وفي كل شيء، تابعني في السناب وتابعوني صح في السناب والانستغرام، صراحة مرات كثير بشطح شطحات. سؤال احمد، لو سبحان الله فجأة تصحى وتلقى انك في حلم انه ما عندك قناة ولا شيء وانت صحيت، وش تكون ردة فعلك؟ يا ليت ترد اللي معي لايك. سالم الفلكة. طيب خلينا بس اوضح لك فكرة، انا الشيء هذا صار اصلا ما يحتاج اني اتعلم ولا يحتاج انه انام واصحى وممكن يصير لي ذا الشيء، لانه بكل بساطة سبب نقلنا من القناة الأولى الثانية موضوع ادسنس وجوجل ومدري، تابع حلقتنا حقت الرسالة اللي راحت عشان تفهم الموضوع كامل، لانه ما ودي اجيب صداع للناس واحسسهم بالسلبية، فخلينا كذا مبسوطين وعيد، فخلينا مبسوطين الله يرضى لي عليك. هل راح تسوي تخاتيم العاب 2017؟ لان في العاب جدا خرافيه. محسن اديريا اعتقد.
انا الشيء هذا ناوي واتوقع اني جاوبت قبل كذا، بس ابغى منكم مساعده بسيطه جدا. اكتبوا لي اسماء العاب ودكم انه نختمها وصوتوا على بعض، يعني مثلا اللي يقول مثلا لعبه خلينا نقول ريزيدنت ايفل، اعطوا لايكات كثيره اذا انكم حابين تشوفون اللعبه هذه زي كذا، يعني مثال بسيط. حاولوا تخلون الكومنتات لانه انا للامانه بعتمد على الكومنتات كثير في المحتوى اللي بقدمه لكم في اليوتيوب. حلو بقدمه برضه يعني على الحرف القاف هذا. المهم اتمنى انها وصلت يعني الفكره. السؤال من مستر جيمر، هو وش علاقه روك ستار مع تيك تو؟ من هي تيك تو؟ اخوك مستر جيمر، اتوقع نقري اسمك مرتين. تيك تو بكل بساطه عباره عن ناشر لشركه روك ستار، في الغالب الناشر بيكون له يد مسيطره خلينا نقول على الاستوديو، في الغالب بيكون فكرته انه ممكن مشتري اسهم كثيره، لو تعرفون الشركه عباره عن اسهم، فاي شركه انا بشتري منها مثلا 60 70% من اسهمها بتكون في النهايه ملك لي، او خلينا نقول مو ملك، خلينا نقول اقدر اتحكم فيها بشكل واضح، يعني لو زعلوني في النهايه ممكن ابيع 60 لواحد ثاني ويصير يتحكم فيهم براحته، فلازم يكون في زي ما تقولوا نوع من انواع العقد والاشياء الملخبطه. فتيك توك بكل بساطه تسيطر على روك ستار وتسيطر على 2K، عندهم استوديوهين ماسكينه، لكن الاستوديوهين هذه ما شاء الله مبدع والعابهم جدا كثير. هل تتوقع نزول بلو 2؟ ولو نزلت بتكون متحمس مثل حماسك لريدد ولا لا؟ مستر بي اس تي للامانه لا، ما راح اكذب عليك، انا ردد عندي اهم من كل شيء. احمد، ايش رايك في الناس اللي يجون يخربون فكران مثل الحرب والاذيه؟ بيسو بسام. اخويا بيسو بسام، بكل بساطه انا ما عندي مشكله في الموضوع ذا، يخربوا وياخذوا راحتهم، لكن المشكله انه اغلب اللي يخربوا مهكرين واسلحتهم ما تغلق، ار بي جي ما يغلق، فهذا هو اللي مخليني اكره ولا لعبه جي تي اي. فممكن اقدر اقول لك تركيزي حتى في الفتره الجايه حيكون على قصه جي تي اي، لان فعليا انا استمتع وما بكذب، احيانا اشغل لعبه اقعد الفلف بس عادي. لاحظنا انه ارباح تيك تو بالنسبه لهذه السنه واللي قبلها اغلبها من جي تي اون لاين، هل هذا الشيء بيكون سلبي على العاب روك ستار والقادمه؟ فانهم يركزوا على طور اون لاين ويتجاهلوا طور القصه. للاسف ممكن اقول لك صحيح كلامك، لانه شفنا هذا الشيء صار في لعبه خلينا نقول فيفا، شفناه صار عندك في لعبه كول اوف ديوتي، واضح انه الاون لاين دائما ياثر، يعني فيفا في بداياتها كانت اطوار الاوف لاين جدا خرافيه، لما دخل موضوع الاون لاين وتغيرت اللعبه 180 درجه، عندنا كول اوف ديوتي تغيرت بشكل واضح والعسار يهمهم اي شيء. وللاسف في شركات بتركز على نوعيه انه اللعبه تكون تعجب او خلينا نقول مناسبه للكل، فبالتالي بعض الالعاب خلينا نقول يقولوا له هذه اللعبه مثلا للنوب، يعني هذا اللي قاعد يصير في الوقت الحالي، لانه مركزين على انه اللعبه تكون سهله قدر ما يقدروا على اساس انها تبيع كثير. اتمنى انها وصلت الفكره. اتمنى تحطني بحلقه اسئله عشان ما عندي حساب انستغرام. كم عمرك براون وكم وزنك؟ عرب جيمر. كم عمري؟ كم وزني؟ يا رجل انت تبغى بخني انت ولا ايش الهرجه حقتك؟ كيف بلشت على اليوتيوب وايش الصعوبات اللي واجهتك؟ تشارلي تايلر. شوف يا تشارلي تايلر، اكثر صعوبه تواجهك في اليوتيوب انه ما يجيك دعم، وهذا الشيء يعتبر يزعل يمكن كثيرين، لانه احنا عندنا في الغالب انه اذا القناه فيها مشتركين كثر اوكي انا بتفرج عليه، ما عندك مشتركين ما بتفرج. هذا لو حقين الجيمز انا بتكلم بالتحديد. بالنسبه لسؤالك كيف بديت في اليوتيوب، بديت انه قلت لعبة جي تي مظلومة على الجيل الجديد، كل العالم بيقولوا كوبي بيست، نسخ لصق، ما فيها شيء جديد اسحبوا عليها، وما في اي موقع اتكلم عليها او اتعمق فيها، فقلت هنا حيبدا دوري. وشويه شويه دخلنا في الالغاز، افتكر سالت الشباب قالوا ايوه اوكي نزل، وعجبتهم وانشهرنا في الالغاز اكثر من اخبار جي تي، والحمد لله ودحين صاروا نقدر نقول متساويين. اسال براون، انت من وين تجيب اخبار؟ اتمنى تذكر اسمي يوسف الشمري. والله شوف يا يوسف، احنا كعرب بناخذ من الاجانب، الاجانب لهم علاقات في الاستديوهات ولهم علاقات بالناس قريبين من الناس في الاستديوهات، فاقدر اقول لك كل واحد له مصدر. انا مسجل في منتديات اجنبيه واتابع اشخاص في تويتر انستغرام في كل مكان على اساس نقدر نجمع الاخبار هذه، وعندي معارف بسيطه، فبالتالي نحاول نستغل كل شيء على اساس نطلع لكم بشيء مناسب. اتمنى اني جاوبتك. احمد، عندي لك سؤال، هل المشاهير خلينا نقول مثل بيودي بي تعطي شركات العاب لعبه معينه او حصريه قبل ما تنزل على السوق وليش؟ اتمنى تجاوبني مستر هيتمان، مستر هيتمان 47. الشركات ايوه بتعطي بعض اليوتيوبر العاب خلينا نقول حصريات كلهم، صارت مع بيودي بي، افتكر في لعبه ذا ايفل ويذن اول واحد لعبها قبل الناس بفتره جدا طويله. تقول لي ليش؟ لانه بكل بساطه اليوتيوبر في النهايه ارخص من اي منصه بتبتع اعلن فيها، يعني مثلا بعلن في التلفزيون
التلفزيون حيكون غالي تكاليفه، فروح أعلن في اليوتيوب وعند شخص أستهدف فيه الفئة اللي أنا أبغاها يكون أرخص لي وأفضل بشكل كبير. فبيودوباي يعتبر واحد من الأشخاص اللي الجيمرز يعني زي ما تقولوا محتوى جيمز، فحوله جيمرز كثيرين، فحيكون منصة ممتازة إنه شركات تعلن عنده عن أي لعبة، بالتالي تسويق لها وتشويق في نفس الوقت، إنه لعبة رهيبة وأنت تحبوه، ممكن إنه ردة فعل تكون حماسية فتتحمسوا فبالتالي تشتروا اللعبة. هل راح تشتري لعبة كراش؟ وهل تتوقع يكون عمرها طويل ولا كم شهر وتختفي نواف العنزي؟ لا، ما أنا كراش أتوقع أنها كم شهر وتختفي، أحس بس الموضوع عاطفي، أنا قد قلتها قبل كذا، الناس حتتحمس بس فترة وتسحب عليها، يعني أنا هذا اللي متوقع، إذا نزلوا أشياء جديدة وأضافوا أشياء جديدة ممكن يكون وضع، يعني خلينا نقول زي خدمة الباكورد كومباتيبيليتي على الإكس بوكس، تشغل ألعاب الجيل القديم، يعني طلعة قوية والناس تحمست، بعد كذا بدأ الوضع يهدأ ما عدا بعض الألعاب يعني ها مستمرة. فبشكل عام مع كمية الألعاب الجديدة أتوقع الموضوع حيكون صعب. اسأل براون، أنت قد مرة دخلت الإنترنت المظلم ياسين باي؟ لا الأمان أنا كذا البي سي يطلع لي أشياء فيه، ما أعرف، ماني ناقص أدخل المظلم على قولتك. ماذا ستفعل في العيد إن شاء الله وليد جيم؟ شوف أنا في العيد ناوي أريح، أنام، ألعب، أضبط الغرفة حقتي محووسة للأمانة، وفوق هذا كله أتظبط أبجيكم صبغة كذا جديدة، أفكر أسوي شيء جديد كذا أنشهر فيه يمكن في اليوتيوب بسبب الشيء الجديد اللي حسويه. يب الأربع أيام دي الخمس أيام أتوقع حسوي شيء جدا كثير، هو حقعد مع الأهل أوقات أكثر، أقعدوا مع أهليكم قد ما تقدروا. سؤال من يوسف الخالدي، أحمد أنا من زمان أفكر إني أشتغل بشركات ألعاب، أتمنى إنك تفيدني، شلون طرق الشغل وشنو المتطلبات وليش ما تشتغل مع روك ستار؟ متابعك من الكويت، استمر يا بطل. أحلى تحية لأهلنا في الكويت. حاب أقول لك مثلا إنك تشتغل مع شركات الألعاب الموضوع مو سهل، لأنه بكل بساطة تحتاج إنك تكون عندك خلينا نقول شهايد، أو إنك دارس الموضوع هذا سواء في الرسم، في الجرافيك، في التصميم، في الأشياء هذه كلها، مهندس صوت، مؤدي صوت، اللي هو المهم ما علينا في التخصص اللي انت حتخشه، بعد كده بتقدم. والأهم من هذا كله طبعا لغة إنجليزية تكون فل، ما هي لغة إنجليزية بسيطة، على أساس انك تقدر تتواصل مع التيم لأنه كلهم في النهاية أجانب. الموضوع يعني ما بقول انه مستحيل ولا بقول انه سهل، في نفس الوقت اقدر اقول لك انه صعب، لكن ممكن تقدر تسويه. عندنا أشرف إسماعيل لاحظناه في لعبة أساسين كريد، فيب ممكن، وبدت أسماء عربية كثير تطلع في الفترة الأخيرة في استوديوهات أجنبية مشهورة زي EA وشركات ثانية زي يوبيسوفت وغيرها. يعني عندكم سروار مثلا مدير أونلاين لعبة GTA، سروار واضح من اسم. عبد الله الشهري بيسأل وش مشكلتك مع كود؟ أنا ما عندي مشكلة مع كود، بس أنا عندي مشكلة مع الألعاب اللي فيها خيال علمي بزيادة، إنه أنا ما أحب ألعب الألعاب زي Overwatch، هالو، خلينا نقول كود بأسلوبها الجديد، يعني لو كانت بأسلوبها القديم كان يمكن ألعبها ولا عندي أي مشكلة. في كلام إنها بتطلع خلاص بلاك أوبس كنسخة كذا منفصلة، إذا كان سعرها مناسب حاخدها أو إني أصبر لكود الجديدة، وحنبدأ ننزلها في القناة، جدا موضوع عادي عندي، ماني متعصب، ريلاكس. هل تعتقد إنه ردت راح تأخذ لعبة السنة؟ أبو هاجوس بيسأل. والله شوف لعبة السنة جدا صعبة، لأنه السنة الجاية كل تخيل حصريات بلايستيشن نازل السنة الجاية، Days Gone، Death Stranding، God of War، Last of Us، ما ودي أنسى كمان ألعاب ثانية، بس ما أعرف غير إنه في ألعاب من استديوهات يوبيسوفت حتنزل على السنة الجاية، عندنا من EA على السنة الجاية، عندنا من إكس بوكس على السنة الجاية، ألعاب كثيرة حتنزل على السنة الجاية، ما أعرف إيش بهم كلهم ناويين السنة الجاية، ففعليا ما أعرف. خلينا نشوف تريلرات وأكثر عن لعبة ردد، فأقول إن شاء الله، يعني روك ستار متعودة تأخذ لعبة السنة، فنقول إن شاء الله، وهذا الشيء أنا أتمنى أكيد. عندي سؤال، ليه أنا أحبك عقرب جيمر؟ والله أنا اللي بسألكم دحين، ليش أنا أحبكم؟ أنتوا اكتبوا لي ليش أنتوا تحبوني. علي فاضل، وش شعورك لما تكون هناك بطت راكبك؟ سكيب سكيب سكيب. سؤال من مايك جيمز، اخي كيف اجاوب قناتي ناجحه؟ شكرا. طبعا حاب اقول لك السؤال ده صعب اني اجاوب عليه، لانه يحتاج مقطع كامل اتكلم فيه، لانه مر الموضوع صعب، خاصه في عالم الجيمز او عالم الالعاب، المجتمع العربي جدا صعب، صار ما هو زي العام ولا هو زي اول العام، فخلونا ننزل مقطع نتكلم عنه اكثر. نزلت انا في تويتر كم تغريده وحتكلم عنه ان شاء الله مستقبلا، لا تستعجل. ام اس هيرو، ايش اسوأ لعبه من روك ستار؟ هنا انا بسالكم، اللي يعرف العاب روك ستار اكتب لي في قسم التعليقات، وحتكلم عنها ان شاء الله في البودكاست الجاي، بس ذكروني. وبكذا يكون غلقنا حلقة الاسئلة هذه، اتمنى انه عجبكم، اتمنى انه كنت خفيف، ما كان ودي المقطع يكون طويل، لكن حاولت اجمع الاسئلة على قد ما اقدر بحيث انه ما ازعل
احد. فيعطيكم العافيه الصراحه على الدعم، نتمنى نوصل 100,000 اقرب وقت ممكن، واوعدكم الايام الجايه حتكون افضل وافضل وافضل. سؤالي بس شيء واحد، ايش الاشياء اللي تبغوا تشوفوها في القناه وحابين نكثر منها بعيد عن اولا لعبه جي تي، لانه صراحه انا احس اني حبتعد عنها الفتره الجايه. فاكتبوا لي التخاتيم، ايش الالعاب اللي تبغوها، اسرار الغاز، اكتبوا لي تحت في التعليقات. حاعتمد على المقطع هذا بشكل كبير وإنه يحسن من محتوانا في الأيام الجاية. أحلى تحية لكم من أحمد براون ومن فريق طاقم عمل، خلينا نقول VGA4A، وبرضه من شرف. فيعطيكم ألف عافية وكل عام وأنتم بألف خير. سلام.